الكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام منتدى أفكار قوية لعصرنا. هذه المنافسات التي أتحدث عنها منذ عام 20 فإن ممثلين في هذا المنتدى ازداد بأكثر من النصف، وهذا يسعدني أن مشروعكم كان قد انضم إليه سكان المناطق التاريخية الدنباس ونوفاروسي، وهذا ما أهنئكم به. ومرة أخرى أكرر فإن الاجتماعية والشركات وغيرها جميعها تعتبر هي المحرك الأساسي، والمجتمع المدني وسيادته وسيادة دولتنا تعتبر من أولوياتنا، وإن ما يتم اقتراحه يجب علينا أن نصل إلى دعم كبير من المجتمع و الدول والمدن والأقاليم. وبالدرجة الأولى الاقتصاد الذي يعيش ليس على حساب المستوردات وإنما على المنتجات الداخلية والتي تقدم المنتجات الحديثة والتقنيات، وهذا كله ضمن طاقاتنا، وهذا يخلق المسارات للتطوير، وهذا يوجد لدينا. واليوم شركاتنا تنتج المنتجات التي لها صفات عالية والتي لا تقل عن المنتجات الدولية الأخرى. وهنا أطلب منكم ألا تقومون بالنسخ، وإنما أن نكون خطوة ونتقدم خطوة إلى الأمام. والآن نحن لدينا بضاعة ولكن هي ليست معروفة كثيرا، واليوم عندما زرت المعرض فلقد رأيت أن هناك أشياء كثيرة مفيدة، وأأمل أن بفضل مثل هذه المنتجات يمكن أن تتعرف الناس على أكثر عدد منها. وكما هو معروف فإن الهيمنة لا يمكن أن تكون إلى اللانهاية، فشركاتنا قادرة على المنافسة ولقد أثبتنا هذا الأمر، وأنتم تنافسون أو المنافسين من الغرب في أسواقنا. هنا أصبحت الآن ممكن الإنتاج في ضمن بلدنا، ولقد أثبتت صناعنا أنهم يمكن أن يصنعوا أفضل مما كان موجود، ونحن نعمل لكي نطور هذه الصناعات والماركات والتي سوف تفتخر بها دولتنا وسوف تصبح معروفة ليس فقط في روسيا وإنما في العالم أجمع. ونحن جميعا وأنتم رجال الأعمال تعرفون أنه لا شيء يتم فورا، فإنه يتم تدريجيا، ونحن نبدأ من توسيع أسواقنا من دول رابطة الدول المستقلة ومن ثم إلى ما بعد ذلك، فهذه إمكانيات كبيرة. وحتى دول البريكس أنتم تعرفون فهناك العدد الأكبر من سكان الأرض يعيش ضمن هذه دول هذه المنظومة. ولذلك فإني طلبت من مبادرة وكالة المبادرات الاستراتيجية بأن تقدم الماركات الجديدة وتدعو الشركات المتوسطة والصغيرة، وأعتقد أن كما قالوا لي أنه ستأتي إلى المنافسة أكثر من 500 شركة، وثبت أنه خلال شهرين تم تقديم أكثر من 5000 طلب من المنتجين للأغذية والتقنيات العالية، والمنافسة عالية جدا كما أفهم، والمنتصرون يستحقون هذا النصر، فأهنئكم جميعا بهذا النجاح. وكما ذكرت حول المعرض الذي كنت قد زرته، أود أن أقول أن النتائج التي معروضة في هذا المعرض مذهلة، وإدارة الرئيس والحكومة أطلب منهم أن يلفتوا الانتباه ويقوموا بمنح جوائز للفائزين في هذه المنافسات. ومرة أخرى أطلب أن
نهنئهم. ومرة أخرى أنا واثق أن النصر في هذا المجال هو بفضل ذكائكم في مجال الأعمال، وأنا متأكد أن كل منتصر وفائز في هذا العمل سوف يحصل على الدعم من قبل المشاريع الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وفي السنوات السبع الأخيرة فإن الحصول على الشهادات للماركات في روسيا كان قد تقلص لثلاثة مرات وثلاث أضعاف ووصل إلى أربعة أشهر. وأذكر أنه في العام الماضي فإنه في الولايات المتحدة فإن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى 14 شهرا، وفي الصين أيضا من سنة إلى سنتين. واليوم يبدأ عمل القانون أو في هذه السنة التي تسمح بإنتاج البضائع ليس فقط للشركات الاعتبارية وإنما أيضا للأشخاص الفيزيائيين، وإن رجال الأعمال كانوا قد قدموا أكثر من 43 ألف ماركة لكي تسجل، وهذا ب 35% أكثر من عام 2022. وقد نما أيضا تسجيل الماركات الروسية، وهذا يعني أنها أصبحت أصول ذات قيمة، وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الروسية أصبحوا أكثر معرفة بعملية بناء رأس المال. وأذكر أنه لفترة طويلة كانت الشركات الأجنبية تعمل على إزاحة منتجاتنا من السوق الروسية، وعلى حساب ليس النوعية والسعر وإنما على حساب الترويج والدعاية. وفي بعض حتى الاتجاهات كان هناك دعم من قبل الدول المنتجة لهذه البضائع، ولم نكن نستطيع أن نقوم بشيء لأن زملائنا في أوروبا كانوا يعرفون كيف يتصرفون في هذا المجال، وكانوا قد وظفوا الأموال في الدعاية، وإن انسحابهم من أسواقنا كانوا قد استخدموه لكي يكون عملية ترويجية كبيرة. فلا أعرف هل سيفيدهم هذا في أعمالهم، وأنا أشك في ذلك. وأنا مرة أخرى أكرر أنه بفضل العقوبات وانسحاب الشركات الأجنبية فإن العالم لم ينهار والسوق لم تنهار، وإنما فتحت المجال للأعمال الروسية ولكشف أماكن جديدة في الأسواق وحتى التصدير. وأذكر بعض المؤشرات، وكنت تحدثت عن ذلك في داغستان في الأمس، وأكرر مرة أخرى فإن الناتج المحلي الروسي في من ماي عام الماضي إلى مايو في هذا العام ازداد ب أو نما ب 5.4%. أما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية فإن النمو قد نما ب 12.8%، وهذا يعني أن الصناعات التحويلية نمت بشكل كبير، وهذا ليس فقط على حساب الصناعات الدفاعية. أذكر فهناك أيضا صناعات أخرى مشتركة، ولدينا أيضا أقل ما يمكن من البطالة خلال طوال الفترة الماضية، وهذه تعتبر نتائج جيدة. والآن يمكن أن نقترح أدوات للدعم لكي تستطيع الشركات الوطنية بأن تبيع بضائعها وبفعالية أكبر، ولتعود بقيمة هذه البضائع والخدمات لأولئك المنتجين. وأود أن أؤكد أن هذا ليس فقط تطور للأعمال، وإنما لنوعية ومستوى الحياة بالنسبة لسكاننا، والفخر بالمنتجات المصنعة في روسيا. رئيس الوزراء الهندي السيد مودي كان قد اقترح
برؤية كاملة أنه صنعت في الهند، فهناك نعم كان ردة فعل ملموسة في الهند. وأكرر، إذا لم تكن مكتشفة منا وهي مكتشفة من قبل أصدقائنا فهي تعمل بشكل جيد، وأود أن تكون تلك البضائع مريحة وفعالة وذات وظيفة. ولذلك فمن المطلوب تطوير الأعمال الروسية في المجال الصناعي والتصميمي، ويجب أن نفكر كيف يمكن أن نقوم بأشياء إضافية في هذا الإطار. فلقد قلنا أن هناك مكان أماكن باتت فارغة وكبيرة، فهذا يسمح بالاستفادة من هذه الأماكن. نعم فعلا بدأت تظهر أشياء جديدة وجيدة، وأمل أنه يمكن أن تستخدم ونستفيد منها. وأذكر أن إمكانية لتطوير الشركات والماركات الروسية يمكن أن تستفيد من الشبكات الإنترنت، وعدد كبير من الشركات قد دعمت هذه المنافسة. نعم، وليس هذا صدفة، لأن ليس لأنهم طيبون، وأنه لأنكم أنتم أو هم بحاجة لكم وبحاجة لأعمالكم. والحمد لله نحن ليس لدينا مثل هذه الرفوف في المحال التجارية الفارغة، على عكس ذلك.